السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هنا آمنين في جنة وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. صدق الله العظيم. الحمد لله میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی لاکھوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اپنی مہربانی سے ہماری خاص مہمان جناب مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم عالیہ کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. میں آج کے دن اتنا